للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية. مرحبا بك أستاذ عماد. وأخذا من الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، يطرح سؤال متجدد لرؤية القاهرة التي تتجدد ربما مع تجدد الأحداث وتسارعها. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. موقف المصري واضح، ليس فقط فيما يتعلق بقطاع غزة، ولكن أيضا فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. الموقف المصري يدين هذا العدوان، وأدانه أكثر من مرة في أكثر من محفل، سواء في بيانات وزارة الخارجية أو في بيانات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أو في كلمة بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع الرئاسي، وفي البيانات الرسمية التي المستمرة التي تصدر من العديد من المسؤولين المصريين. فبالتالي هذا موقف طبيعي وثابت ولا يتغير. لكن فيما يتعلق بالتفاصيل، بطبيعة الحال كان بالأمس هناك اجتماع لمجلس أمناء الجامعة على مستوى المندوبين، مجلس وزراء الجامعة العربية، وكان هناك أيضا تأكيد مصري على إدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف إطلاق النار والشروع في هدنة إنسانية تقود إلى توقف كامل لإطلاق النار، وبالتالي البحث عن حلول نهائية. كما نعلم بطبيعة الحال، الإسرائيليون ماضون في عدوانهم المستمر إن على قطاع غزة أو على جنوب لبنان، أو حتى كما رأينا اليوم في العديد من المدن اليمنية، وكل ما كل مكان تنطلق منه عمليات دعم للمقاومة الفلسطينية أو اللبنانية. طب لكن أستاذ عماد، لا تبدو في الأفق هنا يعني أي بادرة أمل أو أي مبادرة لاحتواء الموقف وإنهاء هذه الحرب، ونتنياهو يعني يجر المنطقة إلى مواجهات حتى خارج إطار المنطقة مع الإقليم، يجر المنطقة إلى مواجهات مع إيران ومع غيرها من الفصائل المقاومة حتى في العراق وفي اليمن. نعم، هل هنا يعول على ماذا؟ هل يعول على الجانب الأمريكي والانتخابات الأمريكية وحسمها لصالح أي من المرشحين وساعتها يكون لكل حادثة حديث، أم أن الحل من الممكن أن يأتي أو ينبع من الداخل؟ بطبيعة الحال نتنياهو سوف يستمر في التصعيد والهروب إلى الأمام وتفجير مزيد من بؤر الصراع، طالما أنه يعتقد أن هذه التحركات تحقق له نتائج سواء سياسية على المستوى الشخصي أو ما يعتقد أنه أمور استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي هو يعني أظن أنه كل يوم يعدل في أهدافه المرفوعة. كنا نعتقد أنه كما تردد إسرائيل دائما أن كل تحركاتها على الجبهة الشمالية مع لبنان تتعلق بإعادة المهجرين إلى بيوتهم. في اللحظة التي تم فيها اغتيال حسن نصر الله وبعض قادة حزب الله، رأينا نتنياهو يدخل قوات برية إلى جنوب لبنان ويتحدث عن ضرورة نزع سلاح حزب الله، ثم عن ضرورة عودة حزب الله إلى ما وراء الليطاني 30 كيلومتر في عمق الأراضي اللبنانية. ثم تطور هذا الأمر إلى مخاطبة الشعب الإيراني لتغيير القيادة الإيرانية. فبالتالي نتنياهو في لحظة يعني نشوة أو انتشاء سياسي عسكري ظن أن يعني الأمور دانت له واستقرت، وبدأ يتحدث عن عبارة قالها كانت صادمة لكثيرين: لقد قررنا تغيير الشرق الأوسط. هذا هو المنهج نتنياهو المستمر، هو يرفع شعار صغير ثم يطوره، ولنكتشف في النهاية أن كل جوهر الهدف الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية أولا، إعلان إسرائيل زعيمة وقائدة للمنطقة بأكملها ثانيا وتاليا. وبالتالي نتنياهو سيظل مستمر في هذا العدوان إلى أن يشعر أنه يخسر. ما لم تحدث خسائر لنتنياهو، خسائر موجعة تجبره على وقف هذا العدوان، هذا أولا على مستوى الداخل الإسرائيلي، أو تدخل الولايات المتحدة، تتدخل الولايات المتحدة وتجبر نتنياهو على التوقف إذا شعرت أن تطورات الأوضاع ستكون ضدها. الولايات المتحدة تمارس يعني سياسة غريبة إلى حد ما، ويمكن أن نسميها التقية السياسية. هي تعلن أنها تعارض توسع الحرب وتعارض تفجر الأوضاع في المنطقة، لكنها عمليا تدعم كل هذه الأمور. لم نرى رأينا على يعني ليس صحيحا هنا أستاذ عماد إنه الولايات المتحدة مشغولة بانتخاباتها. يا أخي الكريم، إذا كانت مشغولة كانت تستطيع أن تقول لنتنياهو كفى من أول يوم.
الرئيس الأمريكي قال لن أوافق على دخول نتنياهو إلى رفح، لن أوافق على دخول نتنياهو مع اغتيال حزب الله، لن يعني أطلق مجموعة كبيرة من الآيات، لكن نتنياهو نفذها والولايات المتحدة أيدتها لاحقا. وبالتالي كل هذه أنا أظن أن الإدارة الأمريكية يعني تؤيد نتنياهو عمليا، لكنها تصدر بيانات تخذيرية للرأي العام العربي والإسلامي حتى تقول لهم نحن لسنا مشاركين. في كل مرة نتنياهو ينفذ غارة على جنوب لبنان، على الضاحية الجنوبية، على بيروت، على طهران، يعني تقول أمريكا لم يكن لدينا علم، لم نشارك. ثم نكتشف فيما بعد أن المشاركة كانت فاعلة، والدعم سواء كان سياسيا أو دبلوماسيا أو عسكريا أو مخابراتيا. وبالتالي الولايات المتحدة شريك كامل في هذه الجريمة، لن تجبر نتنياهو على التوقف إلا حينما تشعر أن مصالحها قد تضررت. وحتى هذه اللحظة لا يوجد رد فعل حقيقي يجعل الولايات المتحدة تتخذ مثل هذه الخطوة. إذا الانتخابات أو نتائج الانتخابات الأمريكية لن تكون أو لن يكون المعول عليها صحيحا. في إلى حد ما، بمعنى أنه هناك سيناريو على سبيل المثال أن يقوم نتنياهو بمهاجمة يعني صناعة النفط الإيرانية أو البرنامج النووي الإيراني، بعض المواقع التي يشاع أو يعتقد أنها تخص البرنامج النووي الإيراني. في هذه الحالة إذا قامت إيران باستهداف على سبيل المثال مصافي الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط كما أعلنت وهددت، أو بعض مناطق النفوذ الأمريكي في المنطقة، في هذه الحالة يعتقد أن سعر البترول مثلا قد يرتفع بنسبة كبيرة. هذا أمر خطير للغاية على الناخب الأمريكي وعلى الديمقراطيين. الذي سوف يستفيد من هذا الأمر هو ترامب لا شك. وبالتالي ربما لا أقول ربما وليس جازما، أن الولايات المتحدة عند هذه اللحظة لا تريد حربا شاملة بالمعنى المفهوم، التي تقود ليس إلى دمار المنطقة ولكن إلى ارتفاع أسعار البترول وبالتالي التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية. يعني إذا كان الذي يحدث الآن أستاذ عماد ليس حربا شاملة، فماذا نسميه؟ الحرب يعني هناك قول مأسور أن بعض الدول هي تدخل في حروب وتكتشف بعد عام أو عامين أنها كانت في حرب حقيقية. ربما نعيش مثل هذا النوع، لكن المقصود بالحرب الشاملة هنا أن بدلا من أن تقوم إيران بتوجيه ضربات عسكرية لإسرائيل لمدة 10 دقائق أو نصف ساعة، وبدلا من أن تقوم إسرائيل بمهاجمة بعض الأهداف الإيرانية، أتحدث عن حرب شاملة بمعنى أن الطرفان يعني يستمران في تبادل القصف الجوي والعسكري والاستخباري وكل شيء، وهذا هو المقصود. لكن حتى هذه اللحظة أظن نحن لم نصل إلى مفهوم الحرب الشاملة. أستاذ عماد، يعني كان معنا قبل قليل المحلل العسكري السيد عادل مشموشي من بيروت، وقال إنه نتنياهو لن يتوقف حتى يدخل بيروت. يعني طبعا هذه فرضية تحليلية فقط، هل تتفق مع ما قاله السيد مشموشي في ضوء يعني تحركات نتنياهو غير المحسوبة وغير والمفاجئة والتي تخالف كل التوقعات كل مرة؟ أتفق معه بتحفظ. نتنياهو يمكن أن يدخل حتى يصل إلى طرابلس في الشمال، ممكن يصل إلى أبعد مما نتخيل. لكن شرط أن تكون هناك ظروف تساعده، بمعنى أنه في الفترة التي تلت اغتيال عمليات البيجر ثم اغتيال حسن نصر الله ثم إبراهيم عقيل وقادة حزب الله المهمين، انتشى نتنياهو وظن أن الموضوع قد انتهى وبدأ يتحدث عن تغيير المعادلة السياسية في لبنان نفسها. لكن حينما تحركت المقاومة اللبنانية واصطادت مجموعة كبيرة من الجنود والضباط الإسرائيليين في العديسة وفي بعض القرى الحدودية وسببت له خسائر موجعة في اليوم الأول، تراجع هذا الخطاب العنتري وصار واقعيا. وبالتالي كلما واجه نتنياهو مقاومة في جنوب لبنان سيتردد كثيرا قبل الذهاب إلى أي مكان. هو حتى هذه اللحظة كما نسمع عنه هي مناوشات ومواجهات في قرى حدودية، يعني العديسة، يريف، نعم، مارون الراس. يمكن القوات الإسرائيلية مارون الراس كلها، يمكن القوات الإسرائيلية أن تدخلها للاستطلاع ثم تعود مرة أخرى إلى داخل مواقعها وهكذا. وبالتالي نتنياهو كما فعل في غزة ظل يحدد أهداف صغيرة ثم كبيرة ثم إلى أن صار يسيطر على مجمل القطاع.
وظني أنه لن يخرج أيضا من القطاع إلا إذا شعر أن هناك مقاومة حقيقية تجعل كل هو السؤال لماذا خرج شارون من غزة في سنة 2005؟ لأن المقاومة أجبرته على ذلك. لماذا خرج الإسرائيليون من لبنان سنة 2000؟ لأن المقاومة اللبنانية أجبرته على ذلك. هذا هو القانون الطبيعي الوحيد. المحتل خصوصا إذا كان الإسرائيلي لا يتوقف، هو مستعد أن يحتل المنطقة بكاملها ما لم يواجه مقاومة حقيقية. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية من القاهرة.